سنأتي مرة أخرى إلى كيفية تعامل أمريكا مع الواقع، ولكن دعني أرحب بالأستاذ خالد محمد ود الهيصر من السودان. أستاذ خالد، عندما نتحدث عن أن هذه تغريدة يعني كتبها السفير الأمريكي في الخرطوم، ومن ثم جاء بعد ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالسودان تأكيدا على نفس الكلام، وكان هذا البيان بمناسبة مرور عام على وصول جودفري للخرطوم سفيرا لأمريكا في السودان، برأيك ما هو ردة فعل الدولة السودانية الآن بقيادة البرهان؟ هل ستتأخر في أنها تأخذ ردود فعل عملية على أرض الواقع، مثل مثلا مقاطعة محادثات الرياض باعتبار أن أمريكا شريك أساسي فيها؟ مرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بضيفك الكريم اللي موجود معنا، وتحية ليك وتحية لكل المتابعين القناة التاسعة. أهلا بك. التغريدة الأمريكية والتصريح بتاع السفارة الأمريكية في الخرطوم، أي تغريدة وأي حديث بيخرج من من وزير خارجية ولا من سفير، الأمريكان ما بيصرحوا تصريحات ما لم يكون عندهم التوجه حقهم الصحيح، وبكون خارج من الكونغرس الامريكي نفسه. يعني ما بيصرح السفير من تلقاء نفسه كده، لا، بيكون في تشاورات وعارفين هم بيعملوا في شنو. فهم التصريحات حقتهم طلعت مع ظهور البرهان وخروج البرهان الى انه عنده زياره لمصر ومنها الى المملكه العربيه السعوديه، دي كلها لها روابط ولها دوافع وفي لها ما بعدها. ففي الايام الجايه بنشوف، يمكن اليومين القادمين حيتكلم لك البرهان عن حكومة مدنية بشكل البرهان من مدنيين 100%، والأمريكا أكيد حتجيف وراهم، لأنه عندنا الجهة الثانية اللي هم ناس الحرية والتغيير قاعدين في أديس أبابا وبيحاولوا إنه يكونوا حكومة المنفى، وحكومة المنفى مرفوضة تماما من كل الشعب السوداني، ما عاوزين حكومة حق المنفى. فالبرهان الخروج حقه حيشكلوا حكومة في الفترة القادمة، اليومين القادمين حتسمح بتشكيل حكومة سودانية من كفاءات وطنية، حكومة لا حزبية من داخل الخرطوم. فالتغريدة حقت الأمريكان وظهور البرهان الاثنين مربوطات في مربط واحد، إذا ما بعيدة من الشان السياسي السوداني ولا من الشان ظهور البرهان. طيب، برأيك الجولة التي قام بها البرهان داخل السودان، سواء ذهب إلى ولاية النيل الأبيض ومحاولة زيارة الجرحى، ذهب إلى بور السودان، والآن أنه سيذهب إلى دول الجوار، سيذهب إلى المملكة العربية السعودية، هل هذه الجولة تعبر على أنه بدأ يمتلك زمام الأمور، استطاع أو بدأ يشعر أن الوضع الداخلي بات مستتبا أو لا؟ نعم، البرهان ظهور البرهان هو عاوز يثبت للمجتمع الدولي وللمواطن السوداني انه الجيش سيطر كامله على كل مفاصل الدوله السودانيه، يعني يثبت انه الجنجويد ما لهم اي وجود في الساحه، انه الوجود السابق للجيش، وانه البرهان يقدر يتحرك في كل ربوع السودان بكل حريه وما في اي جهه تقف في طريقه، ويثبت للناس الحريه والتغيير البراهن انه لحد الان هم بيدعموا الجنجويد ويقولوا الجنجويد حينتصروا، الجنجويد ما حينتصروا. البرهان اعلن انتصاره بخروجه الى ولايه نهر النيل والى ولايه النيل الابيض والى بور السودان والى المواقع العسكريه في ولايه الخرطوم كلها، زار كل واد، زار واد سيدنا، زار المدرعات، زار كل المواقع، الناس المدرعات، الناس اللي بتتكلم حوله البرهان ظهر لهم انه موجود فيها وانه بين القوات حقته. يعني طيب أستاذ علي، أنت تتحدث على أن أمريكا تحاول الاستفادة من الواقع في أي دولة فيها حرب، تحاول الاستفادة من الواقع، سواء مثلا في السودان نجح البرهان أو نجح حميتي أو لم ينجح أحد، هي تحاول أن تتعامل مع الواقع الجديد، ولكن البعض يقول لا، أمريكا هي من تتحكم بالواقع، أمريكا هي من تنشئ هذا الواقع. برأيك أمريكا في تحليلك لردود أفعالها عالميا الآن مع المشاكل، هي بالفعل تنشئ الواقع؟ أم أنها كما قلت أنت أنها تستفيد من هذا الواقع؟ أمريكا لا تنشئ واقعا، يعني ليس على الإطلاق. أمريكا يعني محاولة تصوير أمريكا وكأنها إله، وهذا خطأ في التوصيف، أنه هل أمريكا من يصنع الحدث؟ أمريكا لا تصنع كل الأحداث، أمريكا ممكن تتدخل، تؤثر هنا وهناك، قد تراقب في ساحة وتتدخل في ساحة
وتصنع الحدث في ساحة أخرى. يعني كل حدث أمريكا موجودة. انظر إلى الحالة المصرية لما حدث الثورة ضد مبارك، دخلوا للتأثير على الحدث. أمريكا لم تصنع الحدث في مصر، ولم تصنع الأحداث في تونس، ولا في الجزائر، ولا، لكن في حدث مثل الحدث العراقي هي من صنعت الحدث باعتبارها دولة الغازية. لكنه في سوريا هي لم تصنع الحدث، في سوريا ثورة شعب، لكنها دخلت على الخط ووقفت مع المرتزقة من ما يسمى قسد، وبدأت في التأثير على الحدث، لكنها لم تصنع هذا الحدث. في الحرب الأوكرانية هي لم تصنع الحدث، هي أثرت على الحدث وساعدت في إيجاده، والآن تساعد في استمراريته. إذن الولايات المتحدة ليس على طول الخط هي من تصنع الأحداث ولا من تخلق الظروف، هي تنظر إلى هذا الأمر باعتبارها الدولة العظمى الآن أو الأعظم في هذه على كوكب الأرض. ولو تلاحظ أنت في كل مكان هناك الأذرع الاستخباراتية الأمريكية، انظر أمريكا لديها عشرات الوكالات الاستخباراتية بدءا من CIA إلى DIA إلى مجلس الأمن القومي، عشرات الوكالات الاستخباراتية تنتشر في العالم كله، وهي من يزود الإدارة الأمريكية بالمعلومات والمعلومات الدقيقة والصحيحة، مما يؤدي إلى أنه الإدارة الأمريكية قراراتها تكون صحيحة لأنها مستندة إلى معلومات حقيقية على الأرض. طيب أستاذ خالد، برأيك الزيارة أو مجموعة الزيارات التي سيقوم بها البرهان إلى الدول الإقليمية هل ستشمل الإمارات أو لا؟ ما أظن تشمل الإمارات. إذا البرهان زار الإمارات ما حيرجع إلى السودان، داني حيكون حيشيل من الحكم نهائيا، ما حيكون موجود داخل المؤسسة العسكرية. مرفوضة تماما زيارة أي سياسي وأي مسؤول سوداني يكون داخل الدولة السودانية يزور الإمارات في الفترة الحالية. تمام أستاذ خالد محمد ولد الهيصر، محلل مختص بالشأن السوداني، أشكرك على التواجد معي.